السلام عليكم كليان ديالنا. اليوم عندنا لكم عاوتاني واحد جوهرة غزاله كما العاده، شي حاجه غزاله، شي حاجه اوريجينال السي حسين. الله يرضى عليك. الطلب شي زبيونه جديد الثمن اللي هو كيف العاده، شي حاجه اللي اوريجينال مرات في الشكل هذا. حتى هي نفس الكونسيبت تاع حسين، الظهر ديالها رطيط ما كيلاصق لي، مش نتفلا والو. جوهرة حرير غزاله كتلبس ان بيس تقميش اللي بغا اللي بغا ديرها لبسه تكشيطه راه كتجي. ندرو لها واحد الثمن ديال الدراوش اللي هو 4000 ريال. زوم لي على الزوقه كيفاش دايره، شي حاجه غزاله وراقيه زوينه. شي حاجه لي طوب صراحه. شوفي لا طومبي ديالها كيفاش دايره، الميتراج ديالها راه هو في 3 متر. اللي بغات تفهم ميتراج كثر بغات تلاو لبنيتها، راه كاينه في الميتراج. الثمن كيف قلت لك على سيدي راه 200 درهم. لا تنسوا الجيم والبارطاج. العنوان كيف العاده نذكروا به الحي الحسني شارع افغانستان، البدايه ديالو رقم 50 قرب محله الورد. نحاول نطلعوا هذه الاولى باش نشوف لك عندي ديال التوب كيفاش دايره. شي حاجه غزاله وراقيه. انا شوف لي هذا ديطاي ديال التوب كيفاش دايره. الزوقه ديال السقف اللي عاوتاني راه مختلفه، راه لمسه جديده. الثمن راه 200 درهم. لي بريزون في كازا راه كاينه، خارج كازا عبر الامان. البارحه قالت لك سوت تبان حسين سحبوا جوج 180 درهم. بالنسبه للكليان نصحوا ديك المعلومه، جوج 350. بالنسبه للكليان ديال الانستغرام كيسحب لهم واش جوج بياسات ب 180. لا راه درنا جوج توصيل بالمجان وهما 350 درهم. شوف لي هاد الفيغ قلت هو شحال بزاف صراحة. هاد الموتيف نوع ديال جوهرة فيها غير لوانات باستيل، وهما كتباع كثر في بلايص خرين 250 300 درهم، حنا درنا لها 200 درهم. شي حاجة غزالة تبارك الله، راه فيها 14 ولا 15 لون. شي حاجة غزالة مجربينها في الخياطة وراقية. هذا فيغ أو عندنا عاوتاني، هذا كري مزرق. زوملنا على ديطاي باش تبان ليهم. شي حاجه غزاله، شي بغا تختار كلو تبدل عليك جوهر. دابا بانت بحال زوق اخرى وهي راه نفس التوب، غير اللون اللي بدل النظره ديالها. في اللون الباستيل عطات شكل، واللون اللي مغلوق عطات شكل اخر. شي حسين تبدلات عليك دابا. دابا حيت اللون باستيل علاش مشى في اللون ديال السقل اللي كيبان بحال اللون في اللون. هذا الشيء هذا بهاد العسلي، هذا واخا باقي ما وصلناش ليه ولكن نور الشيء كيبان بحال اللون في اللون. الزواق مختلف، اما في هذا اللون هذا اللي مغلوق عطا واحد الشكل اخر ديال السقف. عندنا عاوتاني هاد الموف وين غزال تا هو. شي حاجة صراحة اوريجينال، كاليتي ممتازة. غادي دير وقيت تا دابا كتلصق ميس مبرد، دير منو حزيم ولا مجيدين، شي حاجة مبردة وبزاف. عندنا عاوتاني هاد الباج طابق اولا كابوتشينو. شوف هذا القمحي، هذا شحال جا غزال صراحة. هذا الوين راقي كلاس، تماشى معاه كبيرة صغيرة كيف ما كان تماشى مع هذا الوين صراحة. هذو من اللوانات اللي اوريجين كلاس. والناس تا هما اللي استافدوا ديك لابخومو ديال 180 درهم وجوج 350 داك الشكل. صحة والراحة بعدا هذوك الناس. هذا الشكل جديد، والناس اخرين طلبوا لنا زوا اخرى. احنا تا احنا غير الاشارة حاولوا نوفروا لهم عاوتاني هذا الشكل. هذا شي حاجه غزاله، وكيف العاده الثمن الدراوش 200 درهم 4000 ريال. كنت نقولوا مازال الخياطه مازال راندوم 90% الكليان كتقول شنو عندك تشوف، كتقول لك حسين راه مازال الخياطه مازال الخياط مازال هيك. دابا وليت نفكروا زدناه في القاموس. راه بعدنا هذا الموز هذا كيشي مع حسين. كاين عاوتاني هذا القصيب هذا بار وين تا هو غزال. هذا اللوين عريسات اللي بغات تولد في الدور، بغات تولد حنا ان شاء الله اللي عندها شي اسبوع. اللوين تا هو غزال ملكي شريف صراحة. صراحة هذا تويب كي تنقولو كيحمر الوجه. عندنا عاوتاني هاد الغوز هذا كشيري كيدوي كيفاش غزال تا هو. حاجة غزالة صراحة وراهو. عندنا عاوتاني هاد الزق ولو بلو جين تا هو لوين غزال. هذا من اللوانات الشداد ديال جوهر. نرجعو لنفس النقطة اللي لاحظنا قبيلة الساعات، اللون عاوتاني بدا زواقة، كتبان لك زواقة مختلفة. راه نفس الموتيف نفس كلشي، هاي تالت خطرة كتبان مختلفة.
وعاد كي نقولوا في هذا كتشكر الثوب مازال تخيار تخدم بالرنده ولا بالمعلم ولا بالصوم. شوف لي عاوتاني الغوز راه محمر على هذاك الليفه جوهره راه على الطول ديالو حنا راه اكتفقنا وحده من الاول. ها باش دابا كندوزو غير اللوينات واللي ما بانوش لها اللوينات على وضوح جاو متقاربين ولا شي حاجه كما القاعده تاخذ منهم صندوق بوست تواصل معنا ونسيطو في لاكرون وتخيل مع راساتها. شوف لي عاوتاني النحاسي تا هو شحال جا غدوش تا هو لون غزال وراق فهمت. هذا عاوتاني جا في ديغيفي ديال السقلي ديالو الثمن راه ديال الدراوش 4000 ريال توصيف كازا راه كنديرو خارج كازا راه 50 درهم مع الامانه صافي في سلعتك هذا خلصها. عندنا البلوتشين هذا تا هو لوين غزال ومحبوب الجمال عندنا عاوتاني هاد الغوز بيبي هذا اللي بغات حتى دو بيس بغات تماشى دو بيس هاي الشهر دابا هادي مع الكريب بايطي اللي بغات ديرها حضور هاي هذا اقتراح مع الكريب بايطي هادو دو بيس 8000 ريال تجي جلابه بالخميس تجي قفطان بالمنصوريه تجي تكشيطه كيبقى لك انت راه هادي ب 8000 وهي عندك الفيسا الثمن مرفق والخياطه كتشكر الثوب تخدمها بالرانطه خدمها بالكادر فيل بالعصاب باش ما تحبش خالص فهمت. باي تحت الدار مع جوهرة حتى الدارية باي عندك دو بيس ماركية الأغلبية كتقول لك بغيتها أون بيس جوهرة بوحدها داكشي علاش حاولنا ندوزوها بوحدها مبغيناش ندوزوها دو بيس دوزنا الأنتريمي دو بيس تيلقات واحد الإقبال بزاف ديال الناس سي باقي معرفتوش منا خداو منا دابا غادي حاولنا ندوزوها بوحدها. هذا لوين غزال صراحة نحاول نقول بحال هكا باش يبان لك أكثر حيت لوين لي غزال. وهادي هي التشكيلة السي حسين شي حاجة راقية وغزالة وتستاهل صراحة اللوينات فيها رائعين جودة ممتازة وثمن راه هو 200 درهم وكما القاعدة حسين اللي خدات شي حاجة بصحتها واللي ما قدرش عوضها في محسن تبارك الله عليك تحياتي ليك وبون ويكاند السلام عليكم.